اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من سفره طبيعيه صدى البلد معاكم توتا مراد. نعمل النهارده ان شاء الله قنبله. يعني هي ايه؟ هنا في البلاتو مشمرين وجاهزين عشان ايه القنبله اللي هنعملها النهارده. هنعمل تورته شوكولاته، طبعا طلبت مني كتير جدا جدا. هنعمل قبل كده تورته الكريمه في 6 اكتوبر، وان شاء الله بنجهز تورته الفراوله عشان راس السنه. وهنعمل النهارده مع بعض تورته الروشيه اللي هي بالشوكولاته اللي محشيه بندق وكريسبي ويفر وحاجات كده كتير حلوه جدا جدا. تعالوا نقول مع بعض الاول مقادير الحشوه ومقادير صوص الشوكولاته وبرده مقادير الكيكه بتاعت الشوكولاته. هنزلها على الهواء بس انا قلت مش هنلحق نعملها عشان الوقت بتاعنا نفوق ونركز كده في التزيين. فهنقول مع بعض مقادير صوص الشوكولاته من غير كريمه لباني ولا قشطه ولا اي حاجه من الحاجات دي. وهنعمل مع بعض حشوه التورتايه بتاعتي بالويفر وبالشوكولاته قابله للدهن وبالكابتشينو بندق. يعني في شويه حاجات كده يعني مختلفه ان شاء الله تشوفوها النهارده في خلال حلقتنا. طيب تعالوا نقول مع بعض الاول صوص الشوكولاته وبعديها نقول الحشوه اللي بالويفر. طيب معايا كوبايه ميه، تمام، اهي مفيش كريمه لباني، احنا ما رضيتش احط النهارده كريمه لباني. ده صوص شوكولاته اقتصادي طعمه حلو جدا جدا، تقدري تبدلي البندق بفول سوداني، اي مكسرات موجوده عندك تقدري تبدليها. طيب نقول معايا كوبايه ميه، كوبايتين ونص شوكولاته بالحليب او شوكولاته خام او الدارك، يعني اي شوكولاته انت عايزاها استخدميها مفيش مشكله. كوبايه بندق محمص ومجروش، ده طبعا اختياري الكميه بتاعتك انت، اي مكسرات عندك حطيها مفيش مشكله. معايا نص كوبايه كريم شانتيه خام من غير سكر، وهقول لكم على رسائل الصفحه النوع اللي انا بستخدمه لان هو هايل جدا. معلقه كبيره زبده ومعلقه صغيره قهوه سريعه الذوبان اللي هو المج الحلو اللي احنا بنشربه باللبن ده. طيب نسمي كده بسم الله. تعالوا نقول كمان حشوه الويفر بالمره وبعدين نشتغل على طول في التورتايه بتاعتنا. طيب معايا ايه؟ معايا كوبايتين بودره كريم شانتيه خام من غير سكر، كوبايتين لبن متلج، كوبايه ويفر، ويفر اللي هو اللي بيبقى محشي شوكولاته او فانيليا، اي ويفر في السوق هاتيه. ومعايا نص كوبايه شوكولاته اللي هي السبريدنج القابله للدهن، نص كوبايه كاكاو محلى، وكيس اللي هو الكابتشينو اللي بالبندق. تمام اهو واحده واحده، الويفر هيديه طعم تحفه، الكابتشينو اللي بالبندق هيديه طعم تحفه، الكاكاو اللي بسكر هيظبط معايا الطعم، وطبعا الشوكولاته السبريد مفيش يعني اكيد كلنا عارفين طعمها بيكون عامل ازاي، بيكون يعني تحفه. اول حاجه عندي هعمل صوص الشوكولاته الاقتصادي من غير كريمه لباني من غير قشطه من غير اي حاجه مكلفه. ازيك يا مدام فوزيه؟ نعم. ازيك يا حبيبتي؟ كل سنه وانت طيبه. وانت بالف صحه وسلامه يا رب. والله يا بنتي انا بكلمك عشان بحب كلامك. يا روحي انا بموت فيكي والله. ربنا الكريم. ربنا يخليك. على قد اللي بتعمليه والله العظيم والمتعب الله اكبر عليك. ربنا يخليك ويفرح قلبك. انا خايفه عليك يا بنتي الله اكبر. ربنا يخليك. خمسه وخميسه على عينيكم. حبيبتي خمسه وخميسه. ربنا يخليهم لك. يا رب يخليلك حبايبي. يا رب اللهم امين احنا وانت. يخليك وحشك معانا يا رب. انت ربنا يكرمك. ويخلي الفرحه وحشكم معانا يا رب. يا رب اللهم امين. ويخلي الواد سيد وحشه في الدنيا. طبعا سيد ده يعني ربنا يا رب يبارك له ويرزقه كله. ويرزقه كله. طيبين يا رب. يا رب رب. وسنة جديدة عليكي وعلى ولادك. يا رب اللهم امين. يا رب وقبل ما تفرحي من ناحيتهم يا رب. يا رب يا قلبي يا رب. كل سنة وانت طيبة. وانت بألف صحة وسلامة يا رب. نهارك زي السكر. حبيبتي طيب انا عايزه بس اشوف. طيب بصوا هعمل ايه؟ الشوكولاته الصوص الشوكولاته اللي من غير كريمه لباني من غير قشطه هنعمله مع بعض دلوقتي، هوريكم هنعمله ازاي. معايا شويه ميه اهي. اهي حوالي ايه المقدار اللي احنا كاتبينه. طبعا يفضل تكون ايه؟ سخنه عشان الشوكولاته بتاعتي تدوب على طول، بس انا هدخلها برده الميكروويف عشان يعني تدوب على طول. لو انت عايزه ما عندكيش ميكروويف ممكن تحطيها على حمام ميه مفيش اي مشكله. وهنحط اهو شويه كريمه من غير سكر. الخطوه دي بقى دي بديله ايه؟ بديله الكريمه اللباني في صوص الشوكولاته، وطعمها بيكون يا جماعه يعني هايل جدا جدا. يعني مش هتفرقي ابدا ان دي معموله بميه وكريمه. ممكن تحطي لبن عادي على فكره برده مفيش مشكله. وحط شويه بقى قهوه سريعه الذوبان هتدوب طبعا دلوقتي ان انا هدخلها الميكروويف. لازم الخلطه بتاعتي دي تبقى سخنه. عايزه تحطيها على النار لو ما عندكيش ميكروويف ماشي، تحطيها على حمام ميه دافيه برده شغال مفيش اي مشكله. هدخل انا الخلطه دي عندي دلوقتي الميكروويف على ما ايه نقول مقادير الكريمه مع بعض ونضربها سوا. دخل دي كده الميكروويف واجيلكوا على طول. يعني يا دوبك بس يسخن مش عايزاه يغلي.
يعني دي حلو جدا. طيب انا عندي ده خلاص كده مش عايزاه، ده خليه بقى مع الكريمه. وادي الشوكولاته والزبده، هنحط الحاجتين دول. الشوكولاته هنحطها لما الخليط بقى يسخن، والزبده هحطها في الاخر خالص. البندق هحطه برده في الاخر. تعالوا بقى نشوف مقادير الحشوه الحلوه بتاعتنا. هناخد اول حاجه، استنى اجيب البوله ونحط الحاجه وبعدين ارجع لكم تاني. اهي نحط ايه؟ نحط اللبن بتاعي، مش هحط الكميه كلها زي ما احنا متفقين اهو، واحط الكريمه. الكريمه هنحطها كلها بقى، لو حسيت ان هي يعني عايزه تزودي شويه كريمه تزودي شويه لبن، ده اختياري ليكي انت. حط شويه بقى الكاكاو المحلى، حاجه بسيطه، والكابتشينو البندق اهو، هيديني بقى طعم حلو جدا جدا. عايز تحطي كابتشينو فانيليا حطي، عايز اي حاجه انت عايزاها حطي. احط برده دي، نجيب بس معلقه كده واحط الشوكولاته بتاعتي. مش هحط بقى الويفر دلوقتي، ليه؟ عشان الويفر لو حطيته دلوقتي هيطحن عندي في البوله، وانا مش عايزه، انا عايزه احس ان انا لما اجي اكل شوكه احس بالويفر بتاعي بيقرمش جوه. بس كده، تعالوا نشوف هحط دي تتضرب معايا على اعلى سرعه لحد ما ايه نشوف صوص الشوكولاته بتاعنا الاقتصادي اللي من غير كريمه لبان. سيبهم بقى يتضربوا مع بعض سرعه هاديه الاول، وبعدين بعلي عشان ما الاقيش المطبخ كله بقى في كريمه خام. اهو زكي احمد، اهلا وسهلا. احمد ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبارك ايه؟ الحمد لله يا فندم. يا رب دايما. اتفضل، عندك اي سؤال؟ طيب رحت فين يا احمد؟ ارجع طب كلمنا تاني. طيب بصوا، انا عندي حطيت ايه الخليط بتاعي ساخن، وبصوا لونه عامل ازاي. طعم القهوه سرعه الذوبان دي فيه بتخلي طعمه تحفه جدا جدا. هحط بقى الشوكولاته عندي اهو، ولا حطينا كريمه لباني ولا حطيت قشطه ولا حطيت اي حاجه فيها تكلفه. شويه البندق اللي احنا هنحطهم دول تقدري تستغني عنهم وتحطي اي مكسرات عندك. تعالوا بقى ايه، خلاص دي كده عشان اقلب الشوكولاته بتاعتي، وابص برده بص على الكريمه. هعلي السرعة واستأذن بس شيف سيد يجيب لي شوية كريم شانتيه. بصوا بقى السخونة بتاعة الخليط اللي عندي ده هيبتدي يدوب الشوكولاتة بتاعتي. عايزة حمام احطيها على حمام مية؟ مفيش مشكلة، هتحطيها على النار بس تكون النار شعراية هادية جدا عشان الشوكولاتة ما تتحرقش معاكي وتخرس، برضو مفيش مشكلة. اهو بنقلب الشوكولاتة عندي هتبتدي تسيح، ادخلها الميكرويف 30 ثانيه ب 30 ثانيه، ما تزوديش عن كده عشان الشوكولاته لو اتحرقت هتخرز وتبقى يعني متماسكه جدا معاكي مش هتفك. ف 30 ثانيه ب 30 ثانيه وقلبيها وكملي الطريقه. هروح ادخلها بقى الميكرويف. اهي طيب نبص بصه كده على الكريمه بتاعتي. لا محتاجه شويه كريم شانتيه من غير سكر اهي. انا هعلي برضو بس هحتاج شويه كريم. طيب تعالوا بس نفضي الحاجات دي كده، ولسه ما حطيتش الزبده. وادي دول عندي، تعالوا نشيل دول كده اهو. نحتاج بس يا شيف سيد شويه كريمه بودره. بصوا الخليط بتاعي ابتدى يتقل اهو اهو. مش عايزه تحطي كاكاو في الحشوه مفيش مشكله، يعني ده اختياري اهي. ابتدت تتقل معايا بس هحتاج برضو ازود شوية كريمة بودة. بصوا عايزة اوريكم القوام بتاعها، استنوا بس نقفل ده، نقفل الصداع اللي شغال ده. بصوا طبعا في ناس ممكن توقف ضربة على كده وتقولك خلاص هي كده تمام. لا هي متماسكة في الويسك بتاعي، لكن في الحشو لازم تكون اتقل من كده عشان ما الاقيش. وانا بقطع الحتة ان الكريمة طلعت مني بعد التقطيع اهو. زود شوية بقى ايه كريمة بودرة، زود شويه ونديها ضربه. هشوف الميكرويف عندي خلص بس كل ما الخليط بتاعي بيسخن اهو. تعالوا لي انتوا هنا بقى، كل ما بيسخن كل ما الشوكولاته بتاعتي بتبتدي تدوب اهو. بصوا اهو الشوكولاته بتاعتي ابتدت تدوب. طبعا الشوكولاته دي
يعني انت لو سبتيها شويه الصوص ده بتاعك هوريكم النسخه اللي انا مجهزاها هتلاقيها ماسكه في بعض بطريقه يعني جامده جدا، فبالتالي ما تخافيش كل ما عندك يبرد كل ما القوام بتاعها هيتقل. هعمل ايه بقى في المرحله دي؟ هنزل معلقه زبده كده كبيره اهي، الزبده دي هتساعد ان الصوص بتاعي يلمع ويبقى يعني انسيابي جدا جدا. عايزه تصفي الخليط ده بعد ما الشوكولاته بتاعتي كلها تسيح، مفيش مشكله ممكن تصفيه لو انت قلقانه من ان في لسه قطع شوكولاته ما دابتش اهو. قلب كده خلاص، عندي الشوكولاته اهي ساحت 30 ثانيه ب 30 ثانيه، ما تطوليش عليها في الميكرويف عشان ايه ما تخرصت معاكي. بس مش عايزين اكتر من كده. بصوا بقى القوام بتاعي بقى عامل ازاي اهو، هو ده اللي انا عايزاه، مش عايزه يكون خفيف، مش عايزه يكون تقيل جدا ان هو يزهقني في الفرد. ده القوام المظبوط، المعيار اللي نازل لكم على الشاشه ده مظبوط بالملي ومتجرب يعني 100 مره قبل كده. ابتدي بقى نشيل دول كده وهضيف الويفر. تعالوا بس نشيل ده، هشيل الويفر واعمل ايه؟ هحط الويفر واديله تقليبه. ليه؟ مش عايزه الويفر بتاعي يعني يتكسر جوه العجان، عايزه ان هو افضل حاسه بيه بالطعم اهو. هحط شويه الويفر، عايزه ويفر شوكولاته حطي برده يعني ده اختياري ليكي. واديله تقليبه، تيجوا ناخدها هناك، تعالوا ناخدها هناك احسن، ناخدها هناك عشان ايه تشوفوا معايا. ده الصوص اهو، هحط دلوقتي عليه البندق. بصوا الويفر بتاعي بقى هيفضل تحسي ان في حاجه كرانشي جوه الحشوه، وطبعا الحشوه بتاعتك لازم يكون القوام بتاعها مظبوط عشان لو السوائل فيها كتير الويفر بتاعي ده هياخد رطوبه عاليه وهيبتدي يطرى يبقى مش حلو. فبصوا بصوا الكريمه بتاعتي زي يعني تكون مخرفشه كده، ده من الويفر. عايز تحطي بندق حطي، عايز تحطي اي حاجه عندك مكسرات حطيها جوه الحشوه بتاعتك. اهي الحشوه عندي جاهزه، هحط بس عندي الزبده طبعا بتسيح اهي مع السخونه بتاعه الصوص. هضيف بقى شويه البندق بتاعي اهو ويسقع، يعني انت لو مستعجله عليه حطيه ربع ساعه في الفريزر او نص ساعه او الثلاجه بقى يعني ساعتين ثلاثه براحتك اهو. بصوا يعني القوام بتاعه حلو جدا، لما يبرد الصوص ده بتاعي هيتقل عشان في شوكولاته خام، الشوكولاته الخام مجرد ما بتقابل بروده بتبتدي تتقل معايا. تعالوا بقى نشيل الحاجات دي كده، نشيلها ورا ونبتدي ايه نجيب بقى العده الحلوه بتاعتنا ونبتدي في الفقره الاقرب الى قلبي وهي فقره التزيين اهو. الصوص بتاعي ده بقى هيدخل الثلاجه يسقع معاكي وهوريكم اللي احنا مجهزينه مع بعض. طيب تعالوا بقى ايه نبتدي الشغل بقى التزيين ونشوفوا ازاي هنحشيها مع بعض بطريقه يعني سهله جدا 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 اهو. بصوا القوام بتاعي حلو ازاي ومتماسك، عايزه تخلي كريمه بيضة وتخلي بس تكتفي بالشوكولاته اللي بره، برده ده اختياري بتاعك انت اهو. حط شويه كريمه كمان بس كده، وهفتح بقى الكيس. مش محتاجه طبعا قمع لان انا عندي ده حشو، فانا مش محتاجه اعمل نجمه او حاجه اهو. بس نفضي المكان كده ونجيب الكيكايه الحلوه بتاعتنا وهننزل برده بمقاديرها على الهوا عشان تشوفوها اهو. عايزه تحطي تعملي سبونج شوكولاته حطي، عايزه تعملي فادج حطي، عايزه تعملي براوني طبقات برضو حطيها. انا عندي الكيك وانا بشيلها من الصينيه هجيبها لكم عشان تشوفوها اهي. شايفين الحته دي؟ انا قصدت انا كنت ممكن اعمل واحده ثانيه عادي جدا مفيش مشكله، بس انا قصدت اوريكم ان حتى لو حته من عندي من الكيك اتشالت اقدر اداريها ازاي بالكريمه، فانا قلت خليها قدامكم عشان تشوفوا ازاي ان انا اقدر لو في اي حاجه حصلت في الكيك بعد استوى اقدر ان انا اتلافى ده بصوره كامله يعني بدون اي مشكله او بدون ما ياثر لي على الشكل. طيب هجيب انا ايه دلوقتي؟ نجيب مقص او اجيب سكينه؟ تعالوا كده، لا بلاش دي، ناخد اهو. ازيك يا مهاجر؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ ازيك يا روحي عامله ايه؟ ايه الجمال ده؟ حبيبتي ربنا يخليكي، ده جمال عيونك والله. والله العظيم جميله. ربنا يخليكي يا قلبي. ربنا يديك الصحة يا رب. ربنا يفرح قلبك. تعيش يا رب يخليك. تسلم لي عيونك الحلوة. جميلة. دي تورتاية ولا دي تورتاية؟ اه بنعمل تورتة شوكولاتة بحشوة كريمة كده خفيفة وفيها ويفر شوكولاتة وحاجة كده يعني بسيطة جدا. طيب الحمد لله. حبيبي. هنعرف ناكل يعني منها؟ يا سلام والله اللي فيها ونبعتها لعيونك. يا رب يخليك. ربنا يخليك يا عمري. حبيبتي ربنا يكرمك. ماشي يا حبيبي. نورتيني يا روحي.
ليكي قلبي حبيبتي، نورتيني، باي يا حبيبتي، مع السلامه. بصوا بقى انا بعمل ايه، بعمل الكريمه بكيس حلواني. عايزه تعمليها انت بالسباتشيلا مفيش مشكله، بس الحركه دي بتخلي الكريمه عندي طالعه متساويه وحلوه جدا. طيب حد هيقول انا ليه ما سقيتش الكيك بتاعي، لان الكيك بتاعي هش جدا جدا جدا. بصوا طاري ازاي، يعني اهو مش محتاج يتسقيه، عايزه تسقيه شويه يعني ممكن تسقيه اللي هي لبن بسكر، تسقيه حليب مكثف متخفف بشويه لبن برده مفيش مشكله، ده اختياري ليك انت. اهي اول طبقه، وناخد تاني طبقه. الحته بقى المفتوحه عندي دي احطهم على بعض، يعني بصوا الحته اللي عندي اللي انا قلت لكم عليها دي هظبط كله فوق ايه، فوق بعض. استنى نخلي دي كده اهي، بصوا عندي كده بضغط كده بس عشان ايه الموضوع عندي كله يبقى متساوي اهو. ونحط شويه كريمه كمان اهي. عايزه بقى تعملي بكيس، عايزه تعملي الحته اللي فاضيه دي في الجنب عندي هنظبطها، ما تقلقوش. انا قصدت ان انا اسيبها لكم عشان اوريكم ان احنا ممكن نظبطها ازاي. حط شويه كريمه تاني. قبل ما تحطي الكريمه لازم تفضي كل اللي موجود ده، يعني انا هعمل كده اهو، بصوا هشيل كل الهواء اللي موجود ده عندي واحط على ايه، على جديد. هفتح الكيس اهو واحط شويه كريمه. زي ما قلت لكم عايز تسقي الكيك ممكن تسقيها شربات خفيف، تسقيها لبن، تسقيها لبن بالشوكولاته برده هيكون حلو جدا، ده بتاعك انت بقى اختيار. افضي كل الهواء اللي دخل عندي في الكيس وابتدي اعمل تاني اهو. حشوه يعني ريحتها تجنن، الكابتشينو البندق اللي احنا حطيناه هايل جدا جدا اهي. نكمل كده، دي دايما ما تكتريش الحشو قوي عشان ما تبقاش القطع عاليه، يعني القطعه لما تبقى عاليه بتبقى صعب في اكلها، فدايما ايه خلي الطبقه بتاعتك مظبوطه اهو. عندي يبقى كده تمام. تعالوا نحط ايه، فين بقى الحته اللي عندي المفتوحه اللي انا هوريها لكم دي اهو. بصوا حلوه جدا 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 ومظبوطه اهي. تعالوا بقى نجيب ايه، بس اشيل الحاجات دي كلها. الحلويات دايما بتحس ان هي ايه، عايزه حد واقف جنبك عمال ينظف ويشيل ويحط اهو. نظف كده اول باول عشان يفضل مكاني مترتب اهو. احنا خدنا يا سبعي مقادير الكيكه ولا لسه؟ طيب تمام. بصوا بقى انا عندي اهو، بصوا بصوا اصلا من الشكل جنب من الجنب عندي حلوه جدا جدا. هنعمل ايه دلوقتي؟ هساوي الحروف دي اهي اهي. بصوا بقى الجنب اللي عندي ده هعمل فيه ايه، هحط شويه كريمه اهو، شايفين اهو الدايره، الحته اللي كانت عندي في الكيك اتدارت اهو. ساوي ده عشان احط الكريمه بتاعت ايه، التغليف من بره. الكريمه بتاعت التغليف من بره انا عاملاها نفس الكريمه دي بس من غير ويفر، ليه؟ عشان يبقى السطح بتاعي املس ويكون مظبوط وشكله حلو. هطلعها لكم دلوقتي من الثلاجه، شوفوا انتوا ايه، اظبطوا كده بعينكم لو في اي حته عاليه عن حته بنبتدي نسويها. واخد كده بالسباتشولا من الجنب ونشوف هنعمل ايه. لما الكريمه اه كريمه عندي تمام. طب الكريمه عندي في الثلاجه اعمل ايه قبل ما اشتغل فيها؟ لازم اديها تقليبه، ليه؟ عشان الهواء اللي دخل لها اثناء ما بردت يبتدي عندي. بصوا عايزه اوريكم بس حاجه مهمه، ممكن تيجوا معايا كده هنا في البوله. بصوا الهواء اللي عندي ده انا مش عايزه الهواء ده اهو، لازم اهبط الكريمه كده اهو عشان تديني نتيجه حلوه اهو. كل الهواء ده انا مش عايزاه، لازم طالما دخلتها الثلاجه تسقع لازم اطلع كل الهواء اللي فيها اهو. نحط بقى ايه، كيس حلواني تاني بكريمه من غير ويفر عشان تبقى ناعمه معايا وانا ايه، وانا شغاله اهو. عايزه تشتغلي على طول بالسباتيولا اشتغلي مفيش مشكله. طيب تعالوا نشتغل على طول من غير الكيس انجازا للوقت، واحنا معانا وقت قد ايه يا سباعي؟ طيب لا يبقى ايه، مش هنعرف نشتغل بالكيس عشان ده هيحتاج وقت. نسمي كده بسم الله ونقلب على طول الكريمه على الكيكايه بتاعتي اهو. ناخد من فوق وبعدين هنزل على الحروف اهو، هنزل على الحروف. كل ده عندي هيبتدي يتدارى وبعد كده صب الصوص بتاعي. طبعا 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 لازم لازم الخطوه دي بعد ما تتعمل ابتدي اعمل ايه، ادخل التورتايه بتاعتي الحلوه دي
الفريزر 10 دقايق. ليه؟ عشان الصوص ينزل عليها يشد على طول. طبعا احنا وقتنا مش هيسمح بده، بس انتوا في البيت لازم ان انتوا تدخلوها الفريزر يعني 10 دقايق ربع ساعة عشان تشد معايا. بصوا بقى الجوانب دي اهو، هاجي لكم الناحية التانية اهو، هاجي لكم من هنا عشان ايه تشوف. طبعا انا عندي الكيكاية بتاعتي تحتيها قاعدة نفس المقاس عشان الف بالظبط الكريمة على الحرف. ازيك يا ام اسلام؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبه قلبي؟ عامله ايه؟ ازيك انتي عامله ايه؟ الحمد لله. تسلم ايدك يا حبيبتي على كل عيوني. اللي بتعمليه بجد شكلها جميل قوي. معلش انا لسه يعني دوبك فاتحه من شويه صغيره حبيبتي، بس معلش يا حبيبتي لو نزلتي المقادير الكريمه او الكريمه الحشو عينيا، وربنا يخليكي وتسلم عينك حبيبتي. تسلمي عيونك. ميرسي يا حبيبتي، وشكرا ليكي على كل اللي بتقدميه. ربنا يخليكي ويفرح قلبك، ربنا يكرمك، نورتيني. اهي بصوا بقى الجناب دي عندي هعمل ايه؟ ببتدي اخد داير داير كده اهو، اشيل كل الزياده اهو، نمشي هنا استنى عشان دي هنزقها كده شويه، بشيل كل الكريمه الزياده عندي. تعالوا نجيب احسن اللي هو المقطع ده، بيكون ان هو يساوي الكيك احسن بكتير. بقف بالمقطع ده على حرف البورد بتاعي نفس المقاس وابتدي الف كده. بصوا عندي نعمه ازاي من الجنب اهو، نبتدي نلف ونسحب لبره اهو، اي حته عندك بنت من الكيك مش مشكله، الكيك ده عندي اصلا هينزل عليه صوص الشوكولاته يغطي لي كل ده. طيب حد هيقول لي هنعمل ايه في الحاجات اللي طالعه دي؟ بصوا بقى الحته دي بعمل ايه، باخد المقطع بتاعي من بره لجوه كده اهو، شايفين اهو من بره لجوه ابتدي اسحب. طبعا طالما عندي الكيك هيتغطى يبقى انا مش محتاجه ابدا اعمل شارب ايدج للكيك بتاعي او اعمل يعني الحواف الحاده للكيكه بتاعتي، لان كل ده عندي هينزل عليه صوص الشوكولاته. طبعا يعني لو دخلت الفريزر ريحت شويه هتبقى افضل بكتير اهو. ناخد الحته دي عاليه، انت بعينك بقى وانت شغاله هتلاقي حته عاليه بتبتدي تشيليها، حته هبطانه شويه تبتدي تحطي فيها كريمه اهي. ايوه ماشي نجيب والله. طب على فكره بيشتغلوا بيه، سباق بيقول لي استلمها على ميزان ميه، ميزان الميه بنشتغل بيه في الترط الادوار عشان يبقى بالشعره بالظبط عندي الجنب ده قد الجنب ده، فعادي يا سباق ده موجود على فكره. تعالوا بقى ايه نسخن الصوص بتاعنا اهو. بصوا ده الصوص اللي بالشوكولاته والبندق اللي هينزل على ايه؟ على التورتايه بتاعتي. انا طبعا البورد ده مش هقدم عليه، انا بس بوريكوا هننقلها دلوقتي بالبورد اللي تحتها اهو. بصوا سهله جدا جدا مفيش اي مشكله، كل ما الكريمه بتاعتك كانت ناعمه كل ما كانت سهلت عليكي في الشغل. طيب انا هعمل ايه دلوقتي؟ هدفي الصوص بتاعي عشان اصبه على التورتايه دي واجي لكم على طول اهو. ناخد بقى ده، بصوا عايزه اوريكم القوام بتاعه قبل ما اسيحه. بصوا بيكون القوام عامل ازاي اهو، بصوا ممكن لكم دي كده اهو، بصوا القوام بتاعه حلو جدا جدا وريحته طبعا فظيعه للناس اللي بتحب الشوكولاته، يعني التورتايه دي اليوم هتبقى هايله جدا جدا. هديله 30 ثانيه في الميكرويف وبعدين اجي لكم على طول. طيب زي ما قلنا المقادير احنا ممكن ناخدها تانية يا سباعي بتاعت كريمه الحشو عشان ام اسلام تمام. طيب زي طيب زي الفل اهو، تشيل بقى الحاجات دي، الكريمه اللي فاضت منك دي ما ترموهاش، اوعي ترموها، دي فيها لبن وفيها يعني كريم شانتوه فيها حاجات، فما ترموش حاجه ابدا، شيليها في علبه في الثلاجه او في الفريزر وبعدين طلعيها اديها تقليبه زي ما احنا عملنا عشان تفرغي منها الهواء كله، وبعدين استخدميها عادي مفيش اي مشكله. هاخد بقى معلقتي كده وابص بص على الميكرويف اشوف الاخبار اه. بصوا بقى ابتدت تسيح عندي واخر حلاوه، اديها 30 ثانيه كمان ونبقى يعني تمام التمام. مفيش اسهل من كده، زي ما قلت لكم تقدري انك تشيلي البندق حطي اي مكسرات انت عايزاها عندك، ما تقايديش باللي احنا حاطينه ده، اختياري ليكوا انتوا. طيب اقول لكم بقى الصب دلوقتي هنعمل فيه ايه، حركه كده عشان تخلي كل صوص الزياده اللي عندي ينزل وما يبقاش ايه ما يهدرش معايا او يترمي او يجرى له اي حاجه. انا حاطه بورد عندي للكيكايه اهو، بسم الله اديني رفعتها اهو بكل سهوله. هعمل ايه؟ احطها على
حاجه عاليه عشان الصوص الشوكولاته بتاعي ينزل في الصينيه تحت وما يهدرش معايا. تعالوا بقى نجيب، جيب معلقتي اهي، واخد بصوا بقى، لا استنوا بقى انا جايه لكم، انا جايه لكم عشان في ايه حاجات حلوه قوي هنا. بصوا بصوا قصيده، بصوا النهارده انتوا لازم تبصوا، لازم الحلاوه دي تبصوا عليه. الصوص بتاعي بقى عامل ازاي اهو، مجرد ما فك معايا في الميكروويف خلاص كده زي الفل. التورتايه يا جماعه لازم اللي انا هصب عليها دي تكون ساقعه، تكون بارده جدا جدا عشان الصوص ده اول ما ينزل عندي يمسك عليها. هنسمي بقى بسم الله ونشوف الحاجات وهي نازله على التورتايه. بسم الله، بصوا بقى، بصوا بقى ناعم ازاي وتحفه تحفه تحفه اهو. كل زياده اللي عندي هينزل فين؟ على البوله. دي بقى لما تسقع هتبقى يعني هايله، يعني كلمه هايله دي قليله اهو. ببتدي ازود واحده واحده عشان الجنابه عندي ايه تتغطى. ممكن على فكره ما نحطش كميه كبيره، هبتدي بقى احط على الحروف. انا حطيت الاول في النص، هبتدي احط على الحروف وكل الزيادات دي هشيلها بالسباتشل عشان الحروف عندي ايه تضغط اهو. دي بقى لما تسقع هتبقى يعني تجنن. بصوا عشان التورتايه بتاعتي تبقى ناعمه ببتدي اعمل ايه اهو، اخد بقى من اللي وقع تحت ده اهو. انت حركه الصينيه دي هتخلي معاكي مفيش اي حاجه تهدر اهو. بصوا البندق عندي بقى عامل شغل حلو ازاي جوه، اهي حته كده انتوا شايفين ان هي محتاجه تتظبط، ظبطوها بايه بالمعلقه اهو. دي هعمل ايه بقى عشان اشيل الحاجات دي كلها؟ هوريكم دلوقتي اهو. هاخد الاسباتيولا بتاعتي وابتدي اعمل كده اهو، شايفين؟ انا هستنى مش هكمل لما اجول اهو، بعمل كده اهو عشان اشيل كل الزياده اللي عندي. طبعا دي عايزه تدخل التلاجة، يعني مفيش كلام لازم تدخل عندي التلاجة. لا تعالوا نحط كده شوية صوص عندي على الحتة دي، لازم تدخل عندي التلاجة. هجيب انا بقى طبق التقديم دلوقتي ونزينها كده تزيين بسيط وتشوفوا شكلها هيبقى عامل ازاي. هنجيب بقى طبق التقديم اهو، استنوا اهي، شوكولاتة في شوكولاتة. بصوا مفيش يعني حلاوه بعد كده، هشيلها بقى بالقعده اللي انا عملتها ليها اهي. سمي كده بسم الله وتنزل عندي هنا اهو. تعالوا بقى نشيل كميه الشوكولاته اللي طلعت في كل حته دي اهو. بصوا حلوه ازاي، بسيطه وسهله مفيش يعني مشكله. زي ما قلت لكم عايزه تغيري في الحشو غيري، عايزه تحطي فول سوداني، تحطي بندق، اي حاجه انت عايزاها، اي مكسرات موجوده عندك حطيها مفيش مشكلة اهو. هدي بس خطتين عشان الوش عندي يتساوى، استنوا اهي اهي. تعالى نشيل بس الشوكولاتة دي وازينها كده تزيين بسيط جدا جدا جدا. تعالى بقى نجيب، استنوا نجيب سكينة اهي. حط ايه كام واحدة شوكولاتة اهي على الجنب اهو، وهقطع واحدة هنا اهو. بصوا بسيطة قد ايه وسهلة وطعمها ان شاء الله تحفة جدا 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 اهي، سهلة وبسيطة. التورتاية دي طبعا غالية بره، وانا دايما اقول لكم ايه ما تشتروش حاجة من بره، اعملوا دايما الحاجة في البيت بطريقة سهلة جدا 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 اهو. دي اتكسرت كده، ممكن نحط دي بس، تعالوا نشيل دول كده وهقطع حتة معاكم دلوقتي انتوا تتفرجوا عليها على ما انا ايه اجيلكم. تعالوا بقى نقطع حته من التورتايه الحلوه بتاعتي. بصوا شكلها حلو ازاي، عايزه تدي، استنوا كده اتفرجوا انتوا عليها وانا هشوف لو مثلا صوص كراميل او حاجه ادي كده خطوط من الجنب تظبط لي اللون. زي الفل، هدي خط صغنن خالص. ندي يا رشيدي ولا بلاش يا رشيدي؟ بلاش خلاص رشيدي مش عايز كراميل، بلاش. عايزه انت تدي صوص كراميل اديله، عايزه تحطي نص ونص نريحهم بقى هنا ولا هنا؟ طب انا احط نص صغير عشان يظبط اللون عندي اهو. بلاش يا رشيدي احط لك على الحرف اهو. بصوا
بصوا بقى حلو ازاي، احط عندي في الحته الفاضيه. هقطع لك يا رشيدي من هنا، مش هقطع لك من الناحيه الثانيه. اهو بسيطه جدا وسهله جدا جدا، زي المحلات دي ولا مش زي المحلات؟ اهو موضوع بسيط جدا سهل، مكونات بسيطه، كيكتك مظبوطه، مقاديرك مظبوطه، الحشو بتاعك حلو جدا جدا. هقطع انا حته دلوقتي بقى اللحظه الحاسمه، نقطع حته كده نوريكم شكلها من جوه والطبقات بتاعتي والحشو. طبعا لازم قبل ما تقطعي لازم تبرد، يعني دي ما فيهاش فرده عضلات ان انت تقولي هقطعها بقى وخلاص، لا الصح ان انت تستني عشان الشوكولاته بتاعتي دي تشد وتبرد معايا وتبقى حلوه جدا جدا. تعالوا بقى نقطع حته كده صغيره، سمي بسم الله، ونقطع حته اهو سطريه جدا جدا جدا. استنى عشان في حاجه المفروض كنت اعملها، انا اعمل ايه؟ احط السكينه بتاعتي في الميه السخنه اهي. استنوا نجيب برده منديل عشان امسحها اهو. ميه سخنه دي بتساعد ان عندي القطعه تطلع زي الفل، عندي ما فيهاش يعني اي قطع او فيها اي كريمه والكلام ده. بصوا قطعه محترمه، هيدخل فيها اربعه اهي. سلك الناحيه الثانيه بس كده، نشيل بقى بالشاله الحلوه دي، نسمي بسم الله ونشيل مع بعض. نطلع كده ولا نطلع كده؟ اه بصوا بقى اهو بينادوا عليها من ورا الكاميرا اهو. بصوا الطبقات عندي مظبوطه متساويه، الصوص بتاعي حلو جدا جدا جدا. مفيش سهوله بعد كده اعتقد انت تقدري انك تعملي تورتايه في البيت بكل سهوله، مش محتاجه ان انت تشتري من بره، بس انا هحطها لكم عشان انتوا تحبوا فيها براحتكم اهو. وصباعي يجيبها لكم اهو. طبعا الصوص بتاعي ده اول ما يبرد هجيبها لك هنا يا صباعي، دي كده اهي مفتوحه عشان تتفرجوا برده عليها من جوه اهي، ودي اهي. بصوا الصوص نازل وفي صفير، عايزه اقول لكم ورا الكاميرا، يعني ان شاء الله ياكلوها يا رب بالهنا وتعجبهم. الصوص بتاعي حلو جدا، لما كمان يتقل اديكم شفتوا قبل ما طلعه من قبل ما دخله الميكرويف كان عندي تقيل جدا جدا، فبالتالي اول ما يبرد عندي الكلام ده كله هيظبط ويبقى يعني قوام متماسك زي الصوره بالظبط اللي انا نزلتها لكم على البيج بتاعتي اهو. استنى كده يا سباعي خليكم زي ما انتم، اقطع كده شوكه اهو. شفتوا بقى بتعب لهم اعصابهم اهو. بصوا عندي اهو، بصوا بصوا الكيك طري ازاي. استنى مش هكمل الشوكه، بصوا بقى الله اكلها والله متشوقه ان انا ادوق. يلا بسم الله، فظيعه. هما كانوا بيصفروا على الكاميرا، دلوقتي هيبقى في انهيار، هناخد فاصل بقى بسرعه وهكمل الحته دي. والله والله طعمها يجنن، مش بشكر، انا مش بشكر ابدا في حاجتي، والناس اللي عارفاني عارفه ده ان انا ابدا ما بقولش على حاجه انها طعمها تحفه او يجنن او كده، لا بس انتوا بتقولوا ده بيوصل لي من تطبيقاتكم، فدي حاجه عندي كبيره جدا. هستنى بقى ان انتوا تطبقوا الحلوه اللي هي القنبله دي، تورته الروشيه بالبندق، اي مكسرات عندك حطيها. الكيك اللي احنا نزلناها مقاديرها الحمد لله مضمونه جدا جدا، انا ما بنزلش حاجه دايما لما اكون مجرباها كذا مره، فان شاء الله انتوا كمان تجربوها. تعالوا بقى ناخد فاصل صغنن واخد الطبق ده واكل شوكتين ثلاثه كده على ما نرجع لكم، فاصل ونرجع من تاني.